تمام. فانا هعمل ايه بقى؟ هشتغل على كده ان انا هوقف نص الحديد، هنتفق مع بعض ان احنا نخلي نصهم يمشوا من الاول للاخر والنص التاني اقسطهم، تمام؟ ده اللي احنا هنتفق معاه عليه ان شاء الله، يعني هنعمله في المسائل بتاعتهم. عملتهم التلت انت بتوفر، تمام؟ عملتهم النص يعني ايه؟ بتكلف شويه، مفيش مشكله، تمام؟ ايه تاني كنت عايز اقول لك؟ ايه تاني؟ حلو. انا لما باجي احسب معلومه تانيه برضك عشان المساله، لما باجي احسب العزم هنا اللي هو ده بيقول لي ده 4 على ده بيقول لي ده 4 على 8 بيطلع لي قيمه، صح؟ القيمه دي بجيب منها حديد تسليح required، صح ولا انا غلطان؟ مش انا قيمه العزم دي بجيب منها حديد تسليح، تمام؟ هل حديد التسليح ده اللي انا بجيبه بخش جدول التسليح مش بزود سنت او 2 او 3، تمام؟ فبالتالي انا بجيب حديد تاني اخترته بسميه تشوزن، صح؟ قيمه الحديد اللي انا اخترتها دي بتقابلها عزم بسميه الريزيستنت، ده اللي انا هشتغل عليه في التقسيط، مش ده مش الاكشوال اللي انا هشتغل عليه الريزيستنت، لان انا حطيت تسليح يشتغل القيمه دي، فهو ده العزم اللي انا هشتغل عليه، تمام؟ فعشان بس تخلي بالك لو لقيت الفرق يعني الاريا اس ريكوايرد بتساوي الاريا اس تشوزن يبقى الاثنين واحد، صح؟ طب لو فرق بينهم الفرق 1 سنتي متر مربع حديد اعتبروا ان هم قد بعض، تمام؟ انما الفرق لو 3 سنتي 4 سنتي اكتر من 1 سنتي لا احسبه. طب هحسبه ازاي؟ في طريقتين، يا تمسك بقى احنا اتعلمنا مع بعض ازاي تعمل اناليسز قطاع لكاميرا مثلا وليكن مستطيل وفي حديد تسليح تحت هنا، تمام؟ وعايز احسب له العزم من الفيرست برنسبل اللي هو انت يعني اول طريقه اسمها الفيرست برنسبل، تمام؟ فيرست برنسبل ده اللي انا كنت بعمل بيها ايه؟ بقول اول معادله التي التيميت بيساوي السي التيميت وبجيب منها العزم في الاخر، صح؟ التي التيميت في الواي سي تي، تمام؟ دي طريقه بس هتطول معاك شويه ودي اللي هتطلع لك قيمه العزم الصح. طب الطريقه الثانيه اللي هي طريقه المقص، اضرب دي في دي واقسمها على دي تدي لك الام التيميت ريزيستنس، هتلاقي الفرق بسيط بس دي طريقه المقص في الامتحان بتبقى اسهل، تمام؟ ففي طريقه سهل يعني دي طريقه تقريبيه، ده الطريقه الايه؟ الدقيقه اللي انت المفروض تحسب بيها، تمام؟ دي بقى ناخد بقى مساله ونطبق عليها، تمام؟ اوعى تنسى الحته بتاعه الشرخ، تمام؟ هعرف لك في المساله انا قلتها ليه، تمام؟ ماشي لله يعني. حلو، اعرفها في المساله. المساله بيقول لك ايه؟ اتس ريكوايرد تو درو ذا ابسوليوت مومنت اوف ريزيستنس. يعني ايه الابسوليوت مومنت؟ طبعا انت ما عملتهاش في الامتحان، صح؟ تمام. الابسوليوت مومنت نتكلم هنا على الابسوليوت بسميه العزم المطلق. العزم المطلق اقصى عزم ممكن يحصل في الباكيه اللي انا فيه او الكاميرا اللي انا واقف عليه، تمام؟ لما يكون عندي كاميرا فيها اكتر من بحر او كاميرا فيها كانتليفر فبحسب الابسوليوت مومنت. طب لو كاميرا بسيطه زي دي ما بحسبش الابسوليوت مومنت، بفرض اللي هو اقصى حاجه ان الحمل الكلي موجود وبجيبه ده بيقول لي ده 4 على 8. انما لما يكون عندي كاميرا زي دي، كاميرا سيمبل من هنا فيها كانتليفر مثلا، او ممكن الكانتليفر يتغير هنا مش هتفرق، تمام؟ الفكره واحده، تمام؟ ممكن يبقى باكيه، المهم ان في باكيتين، تمام؟ وقام قايل لي في هنا عزم قوه، اسف، وفي هنا قوه، تمام؟ عندي قوه بي التيميت موجوده هنا وبي التيميت موجوده هنا، قيمه البي التيميت دي اللي هي عباره عن الديد لود، ديد لود هسميه جي، الديد لود هسميه جي، واللايف لود هسميه بي،
ونفس الكلام اهو قيمه البي تحت كده هكتبها هنا، البي عباره عن الديد لود زائد اللايف لود، ده ديد لود زائد اللايف لود، ده ديد لود زائد اللايف لود. تمام. بعمل ايه بقى؟ بقعد العب بالحمل شويه، اقوم قايل في البدايه ديد لود يعني ايه؟ ديد لود يعني حاجه ثابته في المكان، يعني ووزنها ما بيتغيرش على مدار الزمن، يعني مثلا زي الحيطه دي او العمود. تمام. هل العمود بعد 20 سنه بيتغير؟ فوزنه ثابت. تمام. لكن احنا انت كنت في البيت دلوقتي، هل انت في البيت دلوقتي؟ لا. فالبيت ما عليهوش اللايف لود بتاعك او الحمل بتاعك. تمام. فلما ترجع البيت تاني فبتتحمل على البيت، فبالتالي اللايف لود هو عباره عن حمل غير ثابت. تمام. يعني تلاقيه موجود في وقت وغايب في وقت، فهو ده اللايف لود، فهو ده نفس الكلام. فبالتالي لما اجي اعمل الابسوليت مومنت بحط الكور، الديد لود دايما ثابت معايا، عمري ما اشيله. تمام. اول حاله بفرضها وجود الحملين مع بعض. الحاله الثانيه ان البي التيميت موجوده هنا جوه والديد لود بس اللي موجود هنا. يعني ايه؟ الناس كانوا جوه هنا. تمام. ودي البلكونه، ما قعدوش في البلكونه في الوقت ده، في وقت معايا، ده حاله ثانيه. الحاله الثالثه ان العمود والديت لود ثابت زي ما هو، بس الناس راحوا قعدوا في البلكونه، بقى البي التيميت موجوده كامله اللي هو الديت لود زائد اللايف لود. الحاله الاخيره ان الناس سابوا البيت كلهم وراحوا مصيف، فبالتالي ما فيش ايه، البيت لوحده حزين، العمدان ديت لود بس. دول اربع حالات. بتحسب الاربع حالات وترسم الاقصى او ترسم العزوم لكل حاله وتجمعهم في حاله واحده وتختار اقصى قيمه. مش انت لما تيجي ترسم العزم سواء هنا او هنا، العزم بيبقى عامل كده. تمام. لكل منهم هيبقى في رسمه عزم زي دي، تاخد اقصى قيمه منهم في العزم هنا واقصى قيمه منهم في العزم هنا وتشتغل عليه. هو ده الابسوليت مومنت. تمام. ده اللي احنا هنشتغل عليه. هنشتغل على الحالتين دول، يكفوا بس في الامتحان، الحالتين التانيين مش لازم. تمام. ندخل على المسألة بقى على طول عشان ما نطولش. يبقى مطلوب ان انت تحسب الابسوليت مومنت and check the termination of point up bar. check the termination يعني بتفرد له الحديد. تفرد له الحديد ازاي؟ اما تلاقي السيخ يا عدل يا مكسح، صح؟ بتكسح الحديد، تيجي عند نقطة كده معينة وتكسح الحديد. تمام. التكسيحة دي لها وظيفة انا اعرفها برضو كل وقت. فهو طلب منك ان انت تستخدم الحديد مكسح، بنسميه بنت ابا. تمام. خد المسألة معاك برضو عشان تعرف المسألة بتيجي ازاي. معاك على التليفون؟ ماشي. انا كنت اديك مسألة شبه. طيب. حلو. بيقول لي ايه؟ بيقول لي فور اسمبلي جبتها؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي فور اسمبلي سبورتد بي. يعني الكاميرا بسيطة بالشكل ده. وفي سبان البحر بتاعها بتمانية متر وعشرين سنتي. بيقول لك having one cantilever، يعني فيها جنبها cantilever واحدة بسبان اتنين متر تسعين سنتي. تمام. بيقول لي ايه؟ the total ultimate load بيسمى البي ultimate اوف ذا بيم اند سلاب. يعني الحمل موجود اللي هنا موجود على الكاميرا هو نفسه موجود على البلاطه، احنا بنحل الكاميرا مالناش دعوه بالبلاطه. بيقول لك ايه؟ بيقول لك از اسيومد تو بي ان ذا فورم، مكون، نفرض ان هو مكون من تو ايكوال كونسنتريتد لود، من حملين مركزين متساويين. فين بقى الحملين المركزين؟ قال لك ات ذا ميدل اوف سمبلي سبورتد، في حمل في نص الباكيه هنا
تمام. وفين التاني؟ الحمل التاني قال لك at the middle of simply supported and the other at the edge of the cantilever, عند حافة الكانتليفر. تمام. وعم يديك ال في كوس كده البي الت من دي 285 كيلو نيوتن, ودي طبعا زي هو قال لي ايكوال الاثنين متساويين. حلو. وقام قايل لك الديد لود, الديد لود اللي هو الجي كاتب لك جنبه الجي في 130 كيلو نيوتن, واللايف لود 155 كيلو نيوتن. تمام. وقام قايل لك ايه؟ قال لك the beam dimension ابعاد الكاميرا اللي هو بي في تي, هنرسم الكاميرا احسن. تمام. نقرا بس في الاخر بيقول لك ابعاد الكاميرا 300 ملم في 950 ملم. طب الكاميرا دي مستطيله ولا ال سيكشن ولا ايه ولا تي سيكشن؟ اقرا بقى كمل. قال لك اند سبورتد اسلاب اوف سيكنس اوف 120 ملم فروم وان سايد, يبقى ال سيكشن لانها من اتجاه واحد بس. يبقى الكاميرا عباره فيها تي سيكشن بكام؟ ب 120 ملم, وابعاد الكاميرا ايه بقى؟ 300 في كام؟ في كام عندك؟ في 950 صح؟ مش ده اللي هو قاله لي؟ وام اديك بقى من خصائص الخرسانه الاف سي يو, هو ادالك في المساله 35 بس انا اشتغلت عليها ان هي 25, مش تفرق معايا يعني قد كده, هي نفس الخطوات. تمام. دي ب 200 ومدين الحديد بكام؟ الاجهاد بتاعه بكام؟ ب 400 صح؟ مش 360 ميجا باسكال يعني نيوتن على المليمتر مربع. دي اللي هو بيديهولي. اول حاجه طلبها مني الابسوليت مومنت, وتاني حاجة طلبها تشيك اوف ذا ترمينيشن. برضو تشيك اوف ذا ترمينيشن هكتبها لك اهو, تشيك اوف ترمينيشن يعني ايه؟ يعني تفريد الحديد, يعني صمم الكاميرا بعد ما تجيب الابسوليت مومنت, صمم الكاميرا على اقصى عزم وارسم القطاع زي ده وحط فيه حديد التسليح. تمام. وارسم الابسوليت, وارسم تقسيط الحديد, وشيل الحديد من القطاع فرضوا له تحت, فرضوا له من بعض عشان يشوفوا انت عملته ازاي. تمام. هو ده اللي هو طلبه. فاحسب الابسوليت مومنت ازاي؟ اهو بقى من اخر حاجه انا قلتها صح, شد خط بس كده عند السبورتات وفي الاخر هتشتغل ازاي بقى. العب بقى بالحمل زي ما انا قلت لك. اول حاجه ايه؟ وجود الحملين زي بعض مع بعض صح, مش ده اللي انا قلته؟ حلو. يبقى اول حاجه وجود الحملين. طيب اللي انا هحتاجه ايه؟ اللي انا هحتاجه الرياكشن هنا كام صح, والرياكشن هنا كام, ده اللي انا محتاج احسبه. تمام. عشان احسب الرياكشن ده ما تعرفش تحسبه, تقف هنا وتجيب العزم استراكشر. تمام. هفرض ان دي ايه, افرض ان دي ايه, اقف عند ايه؟ العزم عند الايه بيساوي ايه؟ بيساوي صفر صح, واسمي دي مثلا واي, دي خلاص راحت. تمام. الاقي بقى عباره عن واي في المسافه دي اللي هي كام؟ 8 متر 20 بيساوي ده جاي كده, الاحمال اللي فوق جايين عكسه فسويتهم من بعض وخلاص, اللي هو عباره عن ايه؟ 285 في المسافة ايه؟ من هنا لحد هنا 28 سنتي زائد 92 يديني المسافة دي بكام؟ تمام؟ زائد 285 في المسافة دي اللي هي ايه؟ نص 28 اللي هي 4 1. تمام؟ اعرف اجيب الواي ده من هنا بكام؟ احسب بقى مع بعض واسمع على 8 متر 20 يطلع لك القيمة دي ب 500 28 وارقام, فقربت
لتلاتة لتلاتين بالمية، تمام؟ كيلو نيوتن. حلو، ده العزم، سمشن عزم اهو. عايز اجيب الكومه دي، خلاص انا جبت الكومه دي، ده خلي بالك ما بتكتبهاش، ده سريعا كده بينك وبين نفسك على الاله الحاسبه. بقوم واقف هنا وعلى الاله الحاسبه 285 في 11 و10 زائد 285 في 4 1 من 10 على 8 و2 من 10. جبت الكومه على طول، حتى انا في الحل ما كتبتهاش يعني سريعا كده، بس انا بوريك هي جت من ايه. يبقى دي عباره عن 528 كيلو نيوتن، تمام؟ اجيب التاني ده ازاي؟ ها؟ اجيب التاني ازاي؟ من المعادلة انت عندك السمشن اكس بيساوي صفر، سمشن واي بيساوي صفر، سمشن مومنت عند اي نقطة بيساوي ايه؟ مش ده تلات معادلات الاتزان؟ انا عندي عايز اجيب كومة للواي، يبقى سمشن الواي بيساوي صفر، اجمع اللي فوق مع اللي تحت اللي هو 285 في 2، تمام؟ اطرحها من ال 528 يطلع لك قيمه، هي القيمه دي، تمام؟ اللي هي تطلع لك قيمه بكام؟ ب 41 7 من 10 كيلو نيوتن. يبقى دي بكام؟ المفروض دي ما تاخدش ثواني، انا ما انا عرفتك دي جت منين بس ما تكتبهاش، يعني عايز تكتبها مع في الورقه ماشي، بس ما تكترش يعني الكلام في الورقه بحيث انك انت تخلص بسرعه، تمام؟ ارسم بقى العزم. كنت انت في استراكشر بتاخد العزم ازاي؟ بتاخد عند كل تغير نقطه قبل ونقطه بعد، صح؟ تاخد هنا العزم بصفر والعزم هنا بصفر. كنت بتيجي هنا تحسب العزم قبل، بتقول يا اليمين يا الشمال الاسهل ليك، نفس الكلام هنا الاقي هي نفسها الكومه دي، اجي هنا الاقي احسب، صح؟ فاجي اقف هنا العزم ده عباره عن ايه؟ 285 في المسافه دي اللي هي 92، يطلع لك بكام قيمه العزم هنا بالسالب؟ ها؟ يطلع لك بكام؟ ب 826 ونص، صح؟ 826 ونص كيلو نيوتن في المتر، وفرق بين وحدات القوه ووحدات العزم. طيب ده هيبقى بارابله ولا خط؟ لما يكون كونسنتريتد لود يبقى العزم يوصل بخط، لما يكون حمل موزع يبقى بارابله، تمام؟ هاجي هنا في النص الحمل هنا العزم كده احسبه بكام؟ اوصل النقطه دي الاول نقط كده ثابته، اجي في النص هنا عايز احسب قيمه العزم حمل مركز في كاميرا، ماليش دعوه بقى انسى الكانتليفر ده، كاميرا بسيطه فيها حمل مركز في النص، فالعزم عباره عن ايه؟ بي ال على 4 محفوظه بالقيمه دي، فالقيمه دي عباره عن بي ال على 4، تمام؟ هل البي ال على 4 دي القيمه دي كلها؟ بس خلي بالك في قيمه فوق مش عندي في العزم، العزم انا عارف ان هو ينزل لتحت كده، تمام؟ فانا عندي القيمه دي هي دي اللي انا عايزها للعزم، هو ده العزم عندي، ده العزم السالب، ده العزم الموجب. فانا عايز احسب الحته دي بس قد ايه؟ الحته دي بس عباره عن ايه؟ عباره عن بي ال على 4 ناقص الحته دي، الحته اللي فوق دي قد ايه؟ نص العزم ده 826 ونص على 2، بي بكام؟ ب 285 في ال 8 متر و20 على 4 يطلع بقيمه، ناقص القيمه دي تطلع بكام؟ 171، تمام؟ ده أول حاجة سهلة ولا في حاجة صعبة؟ تمام؟ الحالة التانية ده أول حالة، ده بسماها أول حالة، حالة وجود الديد لود واللايف لود هنا وهنا، تمام؟ طب وأنت هتقول لي إحنا مثلا خمسة في الشقة، الخمسة هيكونوا موجودين هنا كلهم يا يبقى موجودين هنا كلهم، طب أنت ليه بتفرض إن اللايف لود موجودين هنا؟ موجود هنا ونفسه موجود هنا؟ بعتبر إن في فرح، في هيصة، صح؟ إن ده أقصى قيمة لللايف لود هتكون موجودة هنا وهنا. ولا ايه؟ يبقى اكن بنعتبر ان الحاله دي حاله وجود الفرح في البيت، يبقى كله يكون موجود، تمام؟ الحاله الثانيه بقى دي الحاله الفعليه الحقيقيه اللي ممكن تحصل، ان البي التيميت كلهم هنا، صح؟ لكن اللايف لود بس هو، لكن الديد لود هو اللي هنا، الديد لود هو مدوني بكام؟ ب 130، تمام؟
دي بتحصل، دي الحقيقه صح؟ يا هنا يا هنا. احسب بقى تاني نفس اللي انا عملته، اقف هنا واحسب الرياكشن، واقف هنا واحسب الرياكشن. خلي بالك تشيك ليك الرياكشن هنا كان ب 528 عشان كان الحمل هنا كان موجود بالكامل. طب لما انا شلت شويه اكيد الحمل ده هيقل، تمام؟ لازم الحمل ده يقل عن اللازم، والحمل ده اكيد هيزيد لان اللي جنبه هو الكتير، تمام؟ انما هنا الحمل جاي له من جاي له جزء من الحمل الكبير ده وجاي له الحمل الكبير ده بالكامل، لان 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 الرياكشن ده او العمود ده هو اللي هيشيل الحمل ده بتاع الكنتاليفر. فانت تعرف بقى تحسب ده ولا نحسبه تاني؟ تقف هنا 130 في 11 و10 زائد 285 في 4.1 من 10 على كام؟ على 8.2 من 10. يطلع القيمه دي بكام؟ كام؟ 318 ونص تقريبا يعني، صح؟ سميشن واي بيساوي صفر. 130 زائد 285 ناقص 318 ونص يطلع القيمه دي بكام؟ هتزيد شويه صح؟ لازم تزيد بالعقل. 96 ونص كيلو نيوتن. تعرف ترسم العزم تاني؟ نقف هنا بقى، هنا بصفر. العزم عند السبورت ده اكيد هيقل لان الحمل قل، صح؟ اكيد هيقل. 130 في كام؟ في 92 يطلع بكام؟ 377 كيلو نيوتن في المتر، صح؟ نفس الكلام اوصل لحد السبورت. انا لما كنت برسم فكره ان انا بوصل هنا ليه وما برسمش من فوق على طول ليه؟ انا لما يكون لما ده ما كانش موجود عندي كنت برسم الحمل ازاي؟ الحمل كان بينزل كده مباشره، تمام؟ انما لما ربطت او البحر بقى مستمر الاقي العزم ده بيطلع لفوق شويه، بتشفط لفوق شويه، تمام؟ بيطلع لفوق فقيمته بتقل من تحت شويه، تمام؟ ده خلي بالك منه. فده نفس الكلام، ده نص، ده نص المثلث اللي هي 377. القيمه دي عباره عن 377 على الاثنين، والحته دي عباره عن ايه؟ بيسهل لك فوق بيقل على الاربعه، مظبوط، تمام؟ عشان اجيب الحته دي بس زي ما احنا اتفقنا هنعمل ايه؟ انا محتاج الحته دي كلها بس عباره عن بيقل على الاربعه كلها دي كلها ناقص ناقص الحته دي اللي هي نص ده نص الثلاثه 377 على الاثنين تطلع بكام؟ 300 كام؟ 300 انا مش سامع. 75 95 395 و75 من 100 كيلو نيوتن في المتر. فانا دلوقتي عند قيمه للعزم هنا وعند قيمه للعزم نتيجه الابسوليوت مومنت. في حالتين تانيين بس دول بيطلعوا اقصى حاجه، فاهم؟ فما بلاش تعملهم هنا في الامتحان. طيب هعمل ايه بقى تاني؟ انا عايز احسب الابسوليوت مومنت، تمام؟ ده خلاص بقى احنا خلصنا من الجزء ده، تمام؟ احسب الابسوليت مومنت ازاي؟ تعرف تجمع العزمين دول مع بعض في رسمه واحده؟ نعرف وماله، تمام؟ ان انا ارسم الكاميرا تاني. احسب العزمين ازاي؟ تعال عند السبورت، العزم ده معروف ان هو بصفر وده بصفر، صح؟ العزم ده بكام؟ 826. ارسمهم مثلا 4 سم، تمام؟ واكتب فوق هنا 826 ونص كيلو نيوتن في المتر، تمام؟ اجي عند النقطه الثانيه دي كان بكام؟ 377، يعني نص نص نصها هنا تقريبا، صح؟ اللي هي كام؟ 377 وكام؟ كيلو نيوتن بس. حلو. طيب اجي فين؟ اجي هنا، اجي هنا عند القيمه للعزم دي بكام؟ ب 171، صح؟ ارسمها مثلا سنتي اللي عباره عن 171 كيلو نيوتن في المتر. 171 كيلو نيوتن في المتر، الاقي هنا قيمه كام؟ 395 اللي هو مثلا تقريبا 2 سنتي، يلا بنعملها بالله اللي هي كام؟ 395 75 كيلو نيوتن في المتر، تمام؟ ارسم ازاي بقى؟
انا اولا اختار القمه الكبيره، القمه الكبيره اللي من هنا والقمه الكبيره من هنا، ده القمه الكبيره صح؟ اختارها، ودي القمه الكبيره. انا هرسم خط منقط، هرسم العزوم ده تاني. العزم اللي انا اختاره ارسمه خط سوليد ثابت يعني واضح، انما اللي انا مش هختاره هرسمه بس داش، خط داش. فانا اخترت ده صح؟ يبقى ارسمه. طب انا ما اخترتش ده اعمل ايه؟ فاهم مشكلة؟ تمام. اخترت ده صح؟ ده كان تبع مين؟ مش كان تبع ده؟ ال 377، 377 كانت مع الكام؟ مع ال 395، مع الاثنين دول صح؟ ارسم خط منقط بس اجي هنا تحت هرسمه سوليد، فاهم مشكلة؟ وارسم ده، مش ده اللي انا اخترته؟ حلو. انما الصغير الموجب كان مع الكبير السالب، فهرسم ده. انا كنت الجزء اللي فوق محتاجه في ال 826 صح، فارسمه سوليد لحد ما اجي في الجزء القليل اللي انا ما اخترتوش ارسمه داش. هو ده بقى يا عم الحاج العزم المطلق. هيجي بيقول لك ايه، انا باخد قطاع هنا بسميه واحد، واخد قطاع في النص بسميه اثنين. عدد القطاع ده هتصمم على ال 377 ولا ال 826؟ تمام، ده حسب الحالات. انت عندك قمتين للعزم، فطبعا او طبيعي اصمم على الحاله الكبيره، وده بنسميه العزم المطلق. انما في الموجب عندي عزمين، في الحاله وجود الديد لود واللايف لود مع بعض بيعمل لي 395، وفي حاله وجود الديد لود واللايف لود في منطقه واللايف لود غايب هنا بيديني قيمه كام؟ 395. انما الحاله الثانيه وجود الاثنين مع بعض بيعمل لي عزم هنا بمقدار 171. فهو ده العزم المطلق اللي هو بيكون طالبه في المساله، بيبقى عليه بتاع 3 درجات تقريبا، يعني ما بيقلش عن 3 درجات، اللي هو في 5 دقايق او في دقيقتين تكون مخلصه. تمام، صعب مش صعب؟ تمام. بعمل ايه بعد كده؟ انا محتاج اطلع حديد التسليح عشان اعمل الهيصه دي، هو مش مديني حديد التسليح، فاخد القطاع رقم 1 اصممه والقطاع رقم 2 اصممه. القطاع رقم 1 اصممه ال سيكشن ولا ار سيكشن؟ البلاطه بتبقى معايا لما يكون عندي منطقه ضغط. تمام، عند الكاميرا هنا، عند العزم ده، عند القطاع رقم 1 الشد فين؟ الشد فوق صح، والبلاطه بتاعتي فوق صح، فالبلاطه ناحيه الشد، البلاطه ما تشتغلش في الشد، فبالتالي انا هشتغل هنا ار سيكشن مستطيل. طب هنا الشد فين؟ الشد تحت دي، هنا الشد، هنا الشد ناحيه العزم، لكن فوق ضغط، والبلاطه موجوده في الضغط، يبقى اذا البلاطه تشتغل هنا ال سيكشن يشتغل معايا، اللي هو احسب البيك كبيره من القطاع. تمام، يبقى لما اشتغل على القطاع السالب اشتغل على ان هو مستطيل، ولما اشتغل على القطاع الموجب اشتغل على ان هو ايه؟ ال سيكشن. تمام. فمشكله العزم المطلق ده عشان نمسحه. تمام، امسحه خلاص، مفيش اي مشكله فيه. تمام، عشان بس ايه محتاجين. هنسيب قيمة العزم هنا عشان احنا محتاجين ده خلاص، احنا محتاجين ده بس، وخلاص احنا حفظنا القطاع 300 في 950. تمام، ما عدتش عايز ده، وخلاص هنحفظ ده مع بعض. امسك القطاع عشان اخد القيم، اكتب بقى ايه، سيكشن واحد، سيكشن واحد اللي هو ايه، بص هناك وقول لي قيمة العزم، او ممكن ترسم القطاع، يفضل يعني انك ترسم القطاع. هرسمه ايه؟ مستطيل، عشان تفهموا النقط انت واضح. والعزم جاي منين؟ جاي من فوق بيشد وبيضغط تحت، يبقى السهم جاي كده بيضغط تحت وبيشد فوق بمقدار قد ايه؟ اما التيميت اكبر قيمه كام؟ 826.5 كيلو نيوتن في المتر. وانا عندي عرض القطاع البي ب 300 مللي والدي ب 950 مللي، اجيب الدبس من هنا بكام؟ عباره عن التي ناقص الكفر، فرضت ان الكفر 100، فمشكله 850 مللي متر.
تمام؟ عشان اصمم، اصمم ازاي؟ معاك ديزاين ايدز؟ افتح كده ديزاين ايدز صفحة كام؟ صفحة 6. صفحة 6، صفحة 6 بيقول لي في خطوات كده صغيرة تحت، صح؟ بيقول لك احسب أول حاجة لقطاع زي ده، احسب أول حاجة الآر واحد عبارة عن إيه؟ مالين إم ألتيميت على الإف سي يو في البي في الدي تربيع، تمام؟ هنعوض عن الإم بكام؟ ب 826.5، تحولها دي بالكيلو نيوتن في المتر، الديزاين اتش شغال بالنيوتن والملي متر، يبقى أضرب في كام؟ في 10 أس 6، تمام؟ بضرب في 10 أس 6 ليه؟ متقسمها 1000 للكيلو نيوتن و1000 للمتر، كيلو نيوتن للنيوتن بقى بضرب في 1000، المتر للملي متر بضرب في 1000، فبالتالي يديني 10 أس 6. الإف سي يو كان قايل لي بكام؟ ب 25، هي تفرق هنا معايا، أنا ما خدتش بالي في المسألة إن هي 35، فاشتغلت إن هي 25. مفيش مشكلة، هي كده كده بتتغير في الامتحان أصلا. البي ب 300 كله بالملي أهو، الدي لسه هحسبها أهو ب 850 تربيع. الآر واحد تطلع بكام؟ آر واحد تطلع 123، 153، أنا بصيت على اللي تحت. ارجع بقى لصفحة 6، انا خليتك في صفحة 6 مش صفحة 10 عشان كده في الجدول الاولاني عند اف فيلد ب 400 اجيب ار واحد ماكسيموم بكام؟ 187. 100 كام؟ 187. 125. 125 ار واحد ماكسيموم ب 125. قارن دي بدي، الكود بيقول لي ممنوع ان انا اتخطى الكومة دي، تمام؟ ليه؟ عشان افتكر بقى الاناليسيز، عشان ما ادخلش في منطقه الانهيار بالضغط اللي هي الكومبريشن فيلير. فكنت بعمل ايه؟ كنت بجيب حديد في الضغط، صح؟ مش كنت بستعمل حديد في الضغط اللي هو في الشد وفي الضغط، وحديد الضغط بيساعدني ان هو بيخليني نيوترال اكس في المرحله اللي هي يخلي لي الانهيار يبقى بالشد. يعني ده نفس الفكره، ان انا خلاص ما عدتش هينفع استخدم ار واحد، امال استخدم ايه؟ ار واحد داش صفحة 13 و 14 و 15 و 16 حسب الاف يلد. صفحة 13 اف يلد ب 240، 14 280، 15 360، 16 400، تمام؟ الكيرف بيقول لي ايه؟ على الرأسي بيقول لي احسب الار واحد داش. بص معايا الاف يلد هنا عندك، الاف يلد عندك هنا، بتبص على الاف يلد بكام؟ الاف ال ده 280، دور على الاف ال دي بتاعتك ب 400، دور عليها اللي هي ب 400، تمام؟ هي دي اللي احنا هنشتغل عليها. بيقول لي على الراس احسب ايه؟ الار واحد داش. لو تلاحظ هتلاقي نفس القانون ده اهو، تمام؟ اما التيميت سالك في التي تربيع، تمام؟ يعني وانت على الاله الحاسبه اصلا ما تمسحش المعادله، المعادله ذات نفسها على الاله الحاسبه 826.5 في 10 اس 6 على 25 في 300 في 950 تربيع، تمام؟ الاقي الار واحد داش طلعت بكام؟ الار واحد داش طالعه ب 122، تمام؟ بدخل الكيرف الاقي الكيرف عامل لي كده، تمام؟ الاقي هنا ار واحد داش، والاقي هنا الاوميجا، والكيرف ده بيديني حاجه اسمها الالفا، تمام؟ الار واحد داش اللي هي 122 اقف عنده، اخش اخبط في الكيرف ده، في الكيرفات دي كلها، اخد اقل قيمه انا خبطت فيه الاقيها 1/10، صح؟ تمام؟ بطبق عندك كده وانزل اجيب الاوميجا من تحت. ها؟ يعني انت بتيجي هنا عند تقريبا 10 12 في النص هنا تقريبا، او قبلها قول، هتخبط هنا في الكيرف 1/10، تنزل هتلاقيها، انا كنت هي هتيجي هنا اهو، هتيجي عند 19% بالظبط، تمام؟ اللي ما علينا ان هي بالتقريب، بالتقريب لما خبطت جبت الالفا ب 1/10 وجبت الاوميجا ب 19، ممكن تكون غلط او صح، يبقى ايه براجع عليها. الالفا ده، الالفا دي الحديد الضغط اللي انا هحتاجه في الضغط، اما الاوميجا لحساب الاريا ستير، تمام؟ احسب الاريا ستير منين؟ هتلاقي تحت الكيرف مديلك بيقول لك عباره عن الميو في البي في ايه؟ ده بالميو دي فوقها عباره عن ايه؟
اوميجا في اف سي يو على الاف يلد صح؟ في البي في الدي. الاوميجا انا لسه حاسبها ب 19، اف سي يو ب 25، اف يلد ب 400، البي ب 300، الديب ب 850، يطلع لي ديب كام؟ يطلع لي الاريا ستيل ب 3000. 3000 3000 كام؟ 384 و4 من 10 ملم مربع. لو قسمت على 100 يديها لك بالسنتي. تمام؟ هتخش للتشارت بقى، اخر الجدول، اخر جدول في الديزاين ايدز. تمام؟ افرض اهو، اسيوم فاي مثلا، انا فرضت ان هي فاي 20، اسيوم فاي 20 فيها مشكله. فرضت انا القطر، تعالى كده عند فاي 20 المساحه الواحده بكام؟ مساحه الفاي 20 بكام؟ 3. كام؟ 3. لما اقسم الرقم ده اهو اللي هو المساحه الكليه على مساحه واحد سيخ من الجدول يديني العدد الكلي. هلاقي العدد الكلي كام؟ 10 وشويه او 11 وشويه. خدتهم انا كام؟ 12. دايما خدهم رقم زوجي عشان يظبط معاك هنا. يا تاخدهم 9 يا تاخدهم يا رقم يقبل اسمه على 3 يا رقم يقبل الاسمه على 2. احنا قلنا هنتفق مع بعض ان احنا هنقسط الحديد النص بالنص، فناخد رقم يقبل الاسم على 2. مش مهم الحديد يزيد شويه، ايه المشكله؟ فانا اخترتهم 12 فاي، وخلي بالك فاي اي عشان الحديد 400، الحديد 400 فاي اي، الحديد 360 شرطتين. تمام؟ خلي بالك 12 فاي 16. الاقي دول بيدوني قد ايه؟ اريا اس اتشوزن. مش دي اريا اس ريكوايرد اللي انا محتاجها في القطاع؟ دي اللي انا محتاجها في القطاع نتيجه العزم ده. طب ده اللي انا اخترتها فعليا. تعالى عند 6 فاي 16 هتلاقي مساحة الحديد بكام؟ ب 18 و84، اضربها في 2 اديني مساحة التسليح الفعلية هنا بكام؟ ب 37 و68 سنتيمتر مربع، صح؟ تمام. يبقى دي الاريا اس الايه؟ اللي انا اخترتها. احسب بقى المومنت اوف ريزيستنس اللي المفروض اقسط على الحديد هنا في نفس الخطوة بالظبط. اقوم قايل ايه؟ المعادله اللي انا قلتها لك هنا هناك اهي، قلت الام التيميت، الام التيميت دي اللي هي عندي بكام؟ ب 800 كام؟ 26.5 صح؟ كيلو نيوتن في المتر. التتن حديد بمقدار كام؟ 33. تهت معايا ولا ايه؟ مسارها قربت تخلص اهي. اللي هعمله هنا هكرره في القطاع الثاني، فافهم هنا لو ما فهمتش هنا هنعيده ثاني في القطاع الثاني. انا عندي الحديد التسليح اللي انا اخترته عباره عن كام؟ 37 و68 هيديني قد مقدار العزم. احسبها بالفيرست برنسبل يا بالمقص، الاسهل ليك بالمقص. اضرب 826.5 في 37 في 37 و68 واقسمها على 33 و8 من 10 يديك هنا حاجه اسمها الام التيميت الفعليه اللي انا هعمل عليها تقسيط للحديد بسميها ام التيميت ريزيستنت. يبقى اذا الام التيميت ريزيستنت هتديني هتطلع بكام؟ هتطلع ب 920 كيلو نيوتن في المتر. فلاحظ كده دي كانت 826 ودي بقت 920. زادت ليه؟ عشان انا زودت حديد التسليح شويه، فلما ازود حديد التسليح شويه يشتال اكتر. تمام؟ فده اللي انا هقسط عليها الحديد. حلو؟ نفس القطاع نعيد الكلام تاني على القطاع التاني. خليك انت تمام، ما في اي مشكله في ده. تمام، هنعيده تاني تاكيد للحل. لما يكون عندي القطاع مستطيل بدخل صفحة 6 واحسب الار 1 واقارنه بالجدول، لقيته مظبوط او اقل منه اخش في صفحة 10 في التشارت. طبعا لما يجي لك مسألة زي دي عمره ما هيدخلك في صفحة 10. ده مسألة الدكتور احمد يوسف، عمره ما هيدخلك صفحة 10.
عشان كده ايه ثبتنا الشغل مع بعض تمام. وقلنا لو هو ما دخلكش صفحه 10 هيدخلك صفحه كام؟ 13 ل 16 صح؟ تمام. طيب القطاع الثاني اللي هو قطاع رقم كام؟ 2 اللي هو عزم موجب اللي هو كان اللي احنا قلنا عليه البلاطه هتشتغل معايا صح؟ اللي هي التي اس هنا بكام؟ مداني في المساله ب 120 مللي اللي هي 12 سنتي تمام؟ لما الاقي ال سيكشن اصممه ازاي؟ كنت انا بدخل صفحه 17 عشان ايه؟ عشان احسب البي الكبير اللي هي دي صح؟ 17 و18 و19 بيختصوا بتصميم ال ال والتي سيكشن تمام؟ فانت تدخل عند الصفحه دي يعني احفظ صفحه 17 و18 و19 ديزاين ايدز لتصميم وتحليل الديزاين ال ال والتي سيكشن تمام. انا عندي البي 300 والتي كامله كلها على بعضها بكام؟ ب 950 مللي تمام. الاقي العزم جاي ازاي؟ العزم بيشد من تحت وبايه؟ وبيضغط فوق صح؟ الام التيميت يطلع بكام؟ اخد اقصى قيمه 395 75 كيلو نيوتن في المتر. خلي بالك انت ممكن في الامتحان تاخدها 396 تريح دماغك اللي هو اقرب حاجه يعني بتسهل على نفسك. لاحظ معايا حاجه تانية انا قبل ما ندخل هنا لما انا رسمت المستطيل وقلت العزم هنا العزم بالشكل ده قلت الشد فوق صح؟ لما باجي ارص الحديد برص الحديد فوق تمام؟ وبيعرف ان ده قطاع السالب منين؟ ما تقوليش ان انا اكتب له سيكشن واحد، لا ما بيبصش على سيكشن واحد، بيعرف من طول الرباط او من قفل الكنبه، قفل الكنبه بيبقى موجود دايما في الضغط، فلما يكون سيكشن واحد او عزم سالب لفوق قفل الكنبه بيبقى مع سهم العزم اللي هو الضغط من تحت، لكن العكس هنا قفل الكنبه هيبقى فين؟ هنا صح؟ والحديد هيبقى تحته، هنرسم القطاع في الاخر. القطاع بيبقى عليه درجه باين او درجتين وممكن ما عليهوش درجات، هوري لك رسمته في الاخر وممكن ما ترسموش في الامتحان. مطلوب مني اعمل ايه بقى؟ احسب البي. انت شاطر بقى في حساب البي ال سيكشن تمام. عندي السبان اللي هو ال ده السبان مدوني بكام في الامتحان في المساله؟ مدوني بكام؟ انا الكانتليفر ما بعتبروش سبان معايا، انا بتكلم على السبان بتاع السبورت والسبورت اللي هو 8 متر و20 مش انا عندي سبان الكانتليفر 2 متر 90 وسبان السيمبل بي 8 متر و20 يبقى انا بشتغل على السيمبل بي تمام؟ كاميرا اللي في السيمبل بي ماليش دعوه بالكانتليفر. فانا هستخدم المعادله ان هي عندي المعادله اللي بتقول بي زائد 6 تي اس وعندي المعادله اللي هي بتقول ايه؟ البي زائد ال 2 على 5 صح؟ التالته مش عندي، البحر العرضي مش عندي. البي بكام؟ ب 300 زائد 6 تي اس، تي اس بكام؟ ب 120 يطلع لك دي بكام؟ ب 1020 ملم. حلو. عوض هنا البي بكام؟ ب 300. ال 2 قلت يا ال يا 8.2 من 10 يا 7 من 10 ال يا 8 من 10 ال. 7 من 10 ال في حالة لما يكون عندي ايه؟ الكاميرا مستمره من ناحيه واحده نفس الحاله بتاعتي، فبالتالي دي طول ال ال ان في جزء من العزم اتشال فبناخده 7 من 10 ال صح؟ مش شرحنا ده قبل كده؟ تمام. يبقى ده 7 من 10 ال ال اللي هي 8 متر 20 اضربها في 1000 يبقى 8200 على 5 تمام؟ على 5 في الجزء ده بس يطلع لي ده بكام؟ يطلع لي ب 1448 ملم. قلنا كنا بنشتغل على ايه؟ الكود كان بيقول لك خد الاقل، خد ايه؟ الاقل. اذا البي ب 1020 ملم تمام. دي اللي انا هصمم عليها تمام. خش صفحه 18 تمام للديزاين. حلو حلو. بيقول لي ايه بقى؟ او خش التشارت بقى الاولاني 18 هنرجع لها. التشارت بص على التشارت، في مربع في التشارت بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الدي بيساوي سي 1 جذر ام التيميت على ايه؟ على اف سي يو في الايه؟ في
في البي بس. طب البي هنا اللي هي ايه؟ بي الكبيره صح؟ تمام. خلي بالك الشرط ده ينفع للمستطيل وينفع للال سيكشن، بس في المستطيل مش هيعرفك انا هستخدم حديد في الضغط ولا لا، فعشان كده الدكتور يقول لك ما تستخدموش. فدي عباره عن ايه؟ عباره عن كنت انا قلت ان هي 850 ولا ايه؟ عشان خدت 850 عباره عن السي 1. انا بحتاج احسب السي 1 من هنا، كل حاجه عندي ما عدا السي 1 اللي هي التيميت بكام؟ 395 في 10 اس كام؟ اس 6. 10 اس 6 دي عشان ايه؟ عشان التحويل مظبوط. على 25 الاف سي يو دايما بيديلك 25 نيوتن على الملي متر مربع، البي ب 1020، احسب السي 1 هنا بكام؟ تطلع بكام؟ 6 وكام؟ 82. لما الاقي مقدار او قيمه السي 1 اكبر من 4.85 احفظ القيمه دي بقى 4.85 4.85 الاقي القيمه دي قال لك خد الجي على طول برقم 826. جيب منين؟ من التشارت، بس ده محفوظ عشان ما تدخلش التشارت على طول. وهتلاقي مقابلها سي على الدي مينيمم. ما انت لو بصيت للتشارت هيلاقي مديك ايه؟ مديك كيرف. وراني كده الكيرف، مديك كيرف بالشكل ده وكيرف بالشكل ده. الكيرف اللي هو مايل ده بتاع ايه؟ بتاع السي 1 صح؟ والتاني بتاع الجي صح؟ حلو. وهنا بيديك الساعة دي. حلو، أنا بحتاج أحسب الساعة دي. قال لك أقل حاجة ليها هنا رقم بيساوي 125. تمام؟ المينيموم ده في حالة إيه؟ في حالة لما يكون السي 1 أكبر من 4.85. محفوظة القيمة دي، احفظها بقى. تمام؟ 125. هبقعد معاك قاعدة أفهمك الليلة دي يعني بالتفصيل، بس أنا بثبت لك قيم عشان المسألة تيجي كده. تمام؟ تمام. هو ببعت لك الفيديو بتاع التصميم ده تعرف يعني ايه تي سكشن، تفهم الليلة براحتك، بس انت القيم دي بتبقى محفوظة. حلو. فلما الاقي دي مينيمم ودي قيمة 826 بقول النيوترال اكس. انا كل اللي بعمله ده عشان ايه؟ عشان اعرف النيوترال اكس جوه البلاطة ولا خارج البلاطة. لو جوه البلاطة زي ما هو قال هنا، لما بلاقي القيمة دي مينيمم الاقي النيوترال اكس جوه البلاطه، يعني الايه اقل من التي اس. في التي سكشن فاكر؟ فاكر لما كنا بنعمل تحليل؟ تمام؟ الايه اقل من التي اس. لما الاقي اقل من التي اس استخدم التشارت. تمام؟ فهنا الايه اقل من التي اس، التشارت بيقول لي احسب الاريا ستين بكام؟ عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ ام التيميت على الجي في الدي في الاف واي. تمام؟ ماليش دعوه بالقيمه اللي جنبها، هنستخدمها بعدين، باخد اول جزء بس. طب لو كانت اكبر من التي اس ما ينفعش استخدم التشارت. ارجع بقى لصفحه 18. في صفحه 18 الحاله الاولى لما الاي اقل من التي اس استخدم المعادله دي اللي انا كتبتها. لو اكبر من تي اس معادله الفيرست برنسبل. تمام؟ كنت بقول الام التيميت، الام التيميت بتساوي التي التيميت في الايه؟ في الواي سي تي. التي التيميت عباره عن ايه؟ اف فيلد على جاما ستيل في الاريا ستي. في الاف سي في الواي سي تي عباره عن الدي ناقص الايه على الاثنين. الايه هنا بسواه بسمك البلاطه وخلاص. تمام؟ ده في الحاله الثانيه. ما علينا، هي الحاله بتاعتنا ان النيوترال اكس جوه البلاطه. الام التيميت بكام؟ ب 395 و75 في 10 اس 6 على الجي ب 826 في الدي ب 850 في الاف يلد ب 400. احسب الاريا ستيل هنا بكام؟ الاريا ستيل تطلع ب 1409.2 مللي متر مربع، اقسم على 100 او 10 اس 60 يطلع لي ب 14.9 سنتيمتر مربع. تمام؟ اخش جدول الحديد ادور على ال 14. افرض مثلا عند فاي 16، ابدا بفاي 16 على طول. ابدا بفاي 16. الاقيها عند 7 صح؟ عند 7 اتسياخ. امشي فاي 16، دور بقى على المساحه دي، دور على المساحه هتلاقيها. انا في فاي 20، في فاي 20 قسمت على اول رقم عشان ما عنديش المساحه دي. ها؟ 14 و700 الاقيها فوق عند كام سيخ؟ 7. انا قلت لها خدها رقم زوجي، زود 8. فاهم المشكله لما اقول يوز
8 في 16 تمام. الاقيها بكام المساحه اللي انا مختارها؟ 16 في 16 وكام؟ 8 من 100. اعمل نفس اللي انا عملته قبل كده، بعيد نفس الخطوات صح؟ اعمل اللي انا عملته قبل كده اللي هو ايه؟ العزم، العزم اللي هو 395 و75 كيلو نيوتن في المتر، ادانا حديد تسليح بكام؟ ب 14 واحد من عشرة تقريبا صح؟ سنتيمتر مربع. طب انا اخترت حديد تسليح 16.8 سنتيمتر مربع، هيديني ايه المالتيميت ريزيستنس بكام؟ بالمقص يطلع بكام؟ ب 451.58 كيلو نيوتن في المتر تمام. اللي هو ايه؟ شغل تمام. 451.58 كيلو نيوتن في المتر. الاقي اكبر من القيمه اللي هي 395 ليه؟ عشان زودت حديد التسليح شويه. فدي اللي انا بشتغل عليها في تقسيط الحديد. عرفت ازاي تجيب القطاع؟ عرفت ازاي تصمم تصميم القطاعين؟ فاهم حاجه صعبه؟ ها؟ ندخل بقى على الرسم اللي هو بيقول لي ايه؟ تشيك اوف ترمينيشن. انا حسبت الابسوليت مومنت ده هو المطلوب بثلاث درجات. بعد كده بصمم القطاع، القطاعين دول ما لهمش درجات او درجتين ثلاثه، كل الهيصه دي عليها درجتين ثلاثه لانك انت درستها قبل كده. الفكره في ايه بقى؟ في التشيك اوف ترمينيشن، الرسم الكبير ده تمام؟ هنعمل التشيك اوف ترمينيشن، هنفرد له الحديد دلوقتي. حلو. نسيب ده عشان نشتغل عليه. مسألة كبيرة عشان كده بيجيبها ب 14 درجة ولا ايه؟ لسه الصورة سلاب، صورة سلاب بتيجي ب 23 درجة. ها؟ الامتحان 3 ساعات في الفاير. بعمل ايه بقى يا عم؟ بقوم راسم بسكيل 1 ل 50. سكيل 1 ل 50، 1 ل 50 يعني ايه؟ ها؟ بعمل بسكيل 1 ل 50، 1 ل 50 يعني ايه؟ انا عندي الكاميرا 5 متر ارسمهم 10 سم في اللوحه. يعني ال 2 سم في اللوحه يقابلوا 1 متر في الحقيقه. يبقى زي ما احنا قلنا لو عندي 5 متر حقيقه ارسمهم 10 سم في الايه؟ في اللوحه. بضرب ده في 2 وبيبقى بالسنت في اللوحه. ده بالمتر في الحقيقه بضربه في 2 يبقى ب 10 سم في اللوحه نفسها. بصغر الحاجه، بصغر الحاجه الكبيره في حاجه صغيره عشان نعرف بقى تمام. المهم ارسم بقى عم الكاميرا صح. بعمل ايه بقى؟ عند السنتر لاين ولا ايه؟ فيها مشكله عند السنتر لاين؟ هي مش هتاخد. عايزين نمسح، نمسح. خليك فاكر الرسمه دي ولا ايه؟ ولا هنرسمها تاني دلوقتي عشان نكبر بس الرسمه وتبقى واضحه. نرسم بقى براحتنا عند الاكس اهو.